مساء الخير، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. واضح، اهلا فيكم من مطعم قصر النرجس، شرفتونا. يا مال الشام يا الله يا مالي، طال المطال يا حلوة تعالي. طبعا هلا ما في شك، مروا سنتين او اكثر فينا نسميهم، كان فيهم شوية هدوء عند العالم كلها، كان في شوية قلق، في شوية توتر نتيجة الظروف اللي عشناها. أنا بشوف اليوم هلأ من سنتين ونحن جايين فرقت كتير، الناس صار في روح، صار في وجود، صار في حياة أكتر، رجعت الناس انطلقت، خاصة نحن شعب بيحب يعيش، فرجعت هاي البسمة، رجع هذا العيش، رجع التعايش العام للناس كله، وحقق هذا الموضوع عند الشعب، شعبنا شعب بيحب يعيش. فنشكر الله، هاي اللمة كتير حققت راحة نفسية تامة عند الناس. يمكن هذا أول رمضان إلي بالشام، الأجواء مثل ما أنتم شايفين يعني أجمل من رائعة، بالبيوت القديمة، بالحارات القديمة، بالجو الرمضاني الجميل. اليوم بعد نتعرف يمكن على الفول النابت، على الأكلات الشعبية الحلوة اللي يا حرام شو طيبة. يعني أول شيء رغم كل شيء وكل الأحداث، عنا بيضل في المسحراتي على السحور، أجواء رمضان، المسلسلات الرمضانية، هذا الشيء هيك لحاله بكفي، يعني بيسلي. أنا من هون بقول لكل حدا بيجتمع بكتير محبين بيجوا لعنا لهون، فهني بيكونوا بالمغترب، بيطلب بيتمنى بيقول لي نحن عم نعمل منتديات أو جمعيات، وعم نطلب فيهم إنه حتى كل شخص طلع نتيجة أي ظرف كان يرجع لحضن البلد، يرجع له زيارة، يرجع يشوف البلد اللي عاش فيها الأيام الجميلة، أيام البلد البهية، أيام رمضان، حتى بالأيام الثانية العادية يرجع البلد، رجع تتعافت وعم تتعافى. أكيد بقول لهم لكل حدا من أخواتنا، نحن منقول لسان الضاد يجمعنا، ومنحب نجتمع معكم، فبدنا أنه بدوركم تتفضلوا لعنا، ونحن منكبر إذا بتلبوا دعوتنا، وياريت كمان نحن نجتمع معكم عندكم. هاي اللهفة الحلوة، بناخد من عندكم الشيء اللي بنحبه لإلنا اللي شفناه فيكم، ورجعوا على الشام، الشام أم الكل.